كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منورنا في قناه الاهلي واستاذكم استاذ الاهلي. الف 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 من اهل السنه الجايه، مليون مبروك لكل المصريين. قلنا هنا في استاد الاهلي قبل الماتش، قلت لكم انا مقتنع جدا وكل ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيكرمنا ويفرحنا بصرف النظر عن الكوره خالص لاخر دقيقه. والله العظيم كنت بتفرج على الماتش مع ناس صحابي يعني، وخلاص بعد ما الجون جه فينا قلت لهم والله العظيم ربنا ما هيروح الناس دي غير وهي فرحانه. كان كل ثقه في ربنا، بس ما لا في كوره ولا في لعيبه ولا في اي حاجه، مع احترامي طبعا للكل، كان كل ثقه في ربنا ان ربنا مرتب لنا فرحه كبيره قوي، خلاها لاخر ثانيه عشان نحس بيها، عشان كمان هو عارف الناس قد ايه من جواها يعني مكبوتين من حاجات كتير جدا بتحصل في يعني حواليهم. الحمد لله كانت فرحه ولا احسن من كده، فرحه في اخر ثانيه ربنا كان شايلها لنا للثانيه الاخيره باقدام لاعبتنا الرجاله، لاعبتنا الكبار جدا، لاعبتنا المخلصه جدا اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل لعيب لعيب. لكن عايز اقول لكم الحمد لله رب، يعني ربنا ما خيبش املنا فيه. ربنا دايما بدعاء الناس بيغير اقدار، حتى لو كان كاتب ايه بالدعاء، الدعاء اللي فيه اخلاص قوي، الدعاء اللي شفناه من ناس وسمعناه من ناس قبل الماتش، الدعاء اللي كان في الماتش بعد ما جه فينا جول يعني همد الدنيا كلها، وقع الدنيا كلها، الا ناس كانت متوقنه جدا ان ربنا مرتبها لنا. ربنا مجهز لنا كل حاجه من اول ماتش، من اول ما جه فينا جون في التصفيات في الاول خالص، جه فينا جون وتعادلنا وصلاح جاب الجون الثاني، يعني ربنا مرتبها. تعادل ومش عارف خساره مين، عشان انت ربنا بس يفرح المصريين. الحمد لله رب ان احنا كلنا فرحنا امبارح فرحه كانت معبره جدا، فرحه كانت من القلب قوي، فرحه كنا مستنيينها كلنا. الحمد لله رب والشكر لله ان الماتش طلع كده، والحمد لله ان احنا وصلنا. بصرف النظر بقى نروح نعمل ايه في روسيا، مش هنعمل ايه، الكلام ده كله احنا وصلنا والناس فرحت، وده اللي احنا عايزينه ان الناس كلها تفرح. اهم رساله يعني انا شخصيا طلعت بيها امبارح، ان لازم الجماهير ترجع يا جماعه، لازم الجماهير ترجع. الجماهير احلى حاجه في الاستاد، احلى حاجه في الرياضه، هي اللي مخليه كل حاجه حلوه امبارح. الاستاد ده من غير جمهور امبارح او جمهور قليل ما كانش هيبقى ليه طعم في اي حاجه. الناس يعني ملتزمه قمه في الالتزام، ومحترمه قمه في الاحترام، والناس فعلا عايزه ترجع بقى. رجعوهم يعني خلاص بصراحه، ما عادش لنا حجه. مع احترامي لكل الناس، الجماهير بتقول يا جماعه، الجماهير بيفرضوا علينا دلوقتي ان احنا نرجعهم، بيفرضوا علينا بالتزامهم باحترامهم بكل حاجه حضراتكم حطيتوها هم ملتزمين بيها. خلاص الجماهير زي ما حضراتكم شايفينها حاجه، هي اللي مجمله الاستاد، هي اللي جملت الفرحه، هي اللي توجت النصر الكبير، التأهل لكاس العالم هي اللي توجته، كانت كمان بعد ربنا طبعا بكتير جدا بفضل دعوات الجماهير المخلصه. شفنا كل الاشكال وكل الالوان والعياط ويعني مش عايز اقول يعني الشاب اللي يعني ابهرنا كلنا اللي عنده اعاقه، يعني حاجه الاعاقه فعلا مش في الجسد، الاعاقه في الدماغ. يعني بصراحه المصريين ضربوا امثله كتير جدا امبارح. ناس يقول لك يا الكوره يعني هي اللي بتفرحكم، اه هي الكوره بتفرحنا، ربنا خلاها حاجه تفرح بيها الناس. يا اخي انت مستخسر السعاده فينا ليه؟ مستخسرين الفرحه فينا ليه؟ الناس جواها كابت بيطلعها رياضه، بيطلعها حاجه ربنا يا عمي بيدينا على ابسط سبب ان هو يفرحنا، ليه ما نفرحش؟ فلو سمحتوا، لو سمحتوا يعني طبعا طبعا يعني الناس كلها يعني دموع الشاب ده كانت حاجه يعني. عشان كده بقول لك او بقول لكم ان انا كنت متيقن وكل ثقه في ربنا من قبل الماتش، حتى بعد ما الجون جه فينا والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، متيقن وكل ثقة في ربنا إن ربنا استحالة هيطلع الناس دي من غير فرحة، لأن الناس محتاجة فرحة زي ما قلت في الأول. تاني يا جماعة لو سمحتوا رجعوا الجماهير، لو سمحتوا الملاعب هتبقى حلوة قوي بالجماهير، هنسهل حاجات كتير قوي، خلاص بقى في التزام وكل حاجة. الجماهير إدت مثال في كل حاجة بصراحة، في كل الاختبارات اللي حضراتكم حطيتوهم فيها، حتى العدد 5 10 20 30 لغاية امبارح كان أكتر من 60,000 متفرج، حاجه يعني ولا اروع من كده. حتى لو كان حصل حاجه لا قدر الله ودي كانت استحاله تحصل بفضل ربنا، برضو في التزام. فلو سمحتوا خلاص الجماهير بتدي رساله بتقولها لو سمحتوا رجعونا بادابهم واحترامهم والتزامهم. فدي كانت اول رساله. تاني حاجه عايز اتكلم فيها بصراحه، لازم كده يطلع لك حاجه كده
يعني مش عايز اقول لفظ احتراما لحضراتكم، حاجه كده تعكنن علينا، يعني حاجه كده ناس متخصصه هم واخدين كورسات وشهادات واخدين دكتوراه مع مرتبه الشرف ان هم يعكننوا عليك. يعكننوا عليك ازاي بقى؟ انت في قمه فرحتك امبارح وطلع خبر ان في 1.5 مليون مكافاه للفريق القومي للعيبه. ازاي واحنا اقتصادنا واحنا بلدنا واحنا واحنا ناس كلها، انتوا عايزين ايه؟ يعني ايه الهدف؟ ايه الهدف بجد؟ لازم تطلعوا حاجه تعكنوا بيها على الناس. الناس زهقت منكم بصراحه، وزهقت من الامثله بتاعتكم، وزهقت من كلامكم وكتاباتكم. يعني ايه ده؟ الناس فرحانه بجد. انا كنت قبل ما اجي هنا كنت ناوي بصراحه جاي يعني ابارك لكم طبعا وانتقد مستر كوبر، فبكلم انا حد بثق فيه جدا قبل ما بطلع اقول حاجه بتبقى يعني فيها حساسيه شويه، بكلمه ايه رايك؟ قال لي بلاش ترمي رمل او ترمي تراب وانت في فرح. بصراحه الكلمه خلاص انا ما ناقشتوش في الموضوع. فانتوا بتعملوا كده يعني ليه بتعملوا كده؟ يعني ايه 1.5 مليون؟ يعني 60,000 دولار، 60,000 دولار للعيبه خلت واحد مع احترامي ليه الكبير وهو فوق دماغي من فوق برجل واحده يقوم يتشقلب، خلت شاب يعيط من قلبه، خلت اكتر من 90 مليون امبارح في الشوارع طلعوا كميه كبت رهيبه من الفرحه اللي هم فيها، خلت الناس ترجع، خلتنا نتلم بالاعلام مصر، خلت كل العالم يتكلم علينا يا اخي، كل العالم بيتكلم علينا، كل العالم بيتكلم على مصر، كل العالم بيتكلم على صلاح، كل العالم بيتكلم على الحضري، كل العالم بيتكلم على احمد فتحي. خليتك بلد بتقول احنا رحنا كاس العالم والجماهير موجوده في امن وفي امان عشان المغرضين اللي هم في منهم شويه يعني صفاتهم فيكم شويه، الناس انا بتكلم عن الناس المغرضه اللي بتفسد دايما الافراح، فيهم منكم شويه، فيهم نفس الصفات كده، بس هم بيفسدوا بطريقه وانتوا بتفسدوا بطريقه. الفرحه حلوه، انتوا مستخسرينها في نفسكم ليه؟ مستخسرينها في الناس ليه؟ ما الناس فرحانه ومبسوطه والشوارع عالم مصر مزينها والناس فرحانه وكله ملموم والشوارع واقفه والناس فرحانه ان الشوارع واقفه وكله بينزل من العربيات والرجاله والستات ايه 1.5 مليون بقى؟ 1.5 مليون عارفين يعني ايه 1.5 مليون؟ هاتوا لنا لقطه محمد صلاح في الهدف الاول لو سمحت يا احمد يا جماعه. شوفوا محمد صلاح في الجول الاول، محمد صلاح المحترف في ليفربول، محمد صلاح اللعيب العالمي بتاعنا، محمد صلاح في اول الجول اللي جابه ده كان ممكن رجله تتكسر فيه اساسا، شوفوا محمد صلاح في الاخر كان ممكن رجله تتكسر فيه اساسا. ايه 1.5 مليون؟ ايه بتتكلم في 60,000 دولار؟ تمن رجل واحد ممكن يتكسر ويطلع يقعد في بيتهم. دي حاجة. هات لقطة تريزيجيه ضربة الجزاء، نفس القصة، نفس القصة برضو تريزيجيه داخل، بصوا الفرحة اللي من القلب، بصوا تريزيجيه هيدخل ازاي عشان يجيب ضربة جزاء كان ممكن برضو رجلته تتكسر، ركبته تتشال، يقع على دماغه، واحد ينزل على دماغه. فانتوا يعني بتستكتروا حاجة ايه؟ فلوس يعني، هي السعاده بقت في الفلوس؟ والله العظيم السعاده ما في الفلوس. ممكن ربنا يعني مش عايز اقعد اتكلم عشان ما تدخلش بس في حاجات بعيده عن الكوره. يعني حاجه يا جماعه تخلينا نشمئز منكم بصراحه. اللي بيكتب ده فكر انت في وسط فرحه عمال تروح ايه؟ طالع كده. يعني مالكش اي 60,000 لازمه، انت بتفسد فرحه عشان تقول انا موجود. انا مش عارف ايه. خلينا احمد دلوقتي كل حاجه، انا هتكلم على كل حاجه بالتفصيل. يعني حاجه بتكلم على انتوا بتتكلموا بتستخسروا فلوس في ناس هي ممكن تموت اساسا في الملعب. مروان محسن في افريقيا دخل جاله رباط صليب لغايه دلوقتي قاعد لا بيلعب ولا اي حاجه. في لعيبه في انديه ما بتتعالجش اساسا، بيجي له قطع في الرباط الصليبي، بيجي له مش عارف كدمه في دماغه، لعيبه بتموت. ما انتوا شفتوا وبتشوفوا. اهم من ده كله ايه؟ ان اللعيب وهو بيلعب، محمد صلاح وهو داخل يجيب جول، تريزيجيه بيجيب ضربه جزاء، الحضري هو بموت نفسه من الفرحه ورايح يحط دماغه في قلب الكاميرا اساسا عشان يبوسها عشان يعني من فرحته، ما بقاش هو بيفكر في فلوس جايه له، ولا هو بيفكر ان هو يبسط الناس، بيفكر ان هو يفرح شعب نفسه يفرح، بيفكر ان هو يرجع مصر بقى لها 28 سنه عشان تروح كاس العالم. يعني بصوا الحضري 44 سنه هتكلم عليه برضه. تعالوا نشوف بقى محمد صلاح، يلا يا احمد يا جمال، محمد صلاح ورد فعله اللي خلانا كلنا بعد ما شفناه ان احنا فعلا بقى نعيط بالدموع. اتفرجوا
يعني انا هسيبكم تتفرجوا وتشوفوا رد فعل محمد صلاح. حاجه بصراحه حاجه مش ممكن يا جماعه، حاجه مش ممكن. دي بعد الجول هو مش عارف يعمل ايه، محمد صلاح مش عارف يعمل ايه. شايفين اللي في رقبته دي خدشه ولا حد شده من رقبته؟ بصوا تعبيراته، داخل في جون وعمرو جمال مش مصدقين. بصوا الصرخه اللي هيطلعها والصرخه اللي هيطلعها بعد ما يلف تاني وبيقول للعيبه احنا لسه موجودين، احنا لسه في وقت، لسه في ثواني، لسه في اي حاجه، بس احنا قادرين وربنا معانا وربنا يكرمنا عشان الناس اللي في المدرجات دي ما تروحش زعلانه، يعني شجعونا. وفعلا شجعوك يا صلاح، وفعلا الناس ما كانتش فاقده الثقه في ربنا. بصوا الصرخه دي يا جماعه، الصرخه طالعه من جوه، يعني من جوه قلبه، من جوه قلبه. مش ممكن يعني، حاجه اقسم بالله حاجه انا جسمي بيقشعر، يعني حاجه مش ممكن، يعني حاجه عامل زي المجنون. محمد صلاح في اللقطه دي عامل زي المجنون، مجنون مش مصدق ان هو خلاص حلمه بيضيع، عمال يقول للجماهير وقفوا معانا، عمال يقول الرجاله اللي في الملعب لا احنا لسه فيها، في ثواني لسه، ان شاء الله ربنا هيكرمنا. بصوا مش عارف يعمل ايه، هو مش مصدق، عمال ادعمونا يا جماهير، طب انا فعلا هقدر نعوض يا رجاله؟ احنا ممكن، احنا مش ممكن. بصوا حاجه فعلا. عشان كده ربنا كرمنا كلنا بدعائكم، باخلاص صلاح، باخلاص رزقيه، باخلاص الجهاز، باخلاص باخلاص باخلاص، يعني بصوا حاجه، ربنا يكرمك يا ابني والله. وفعلا ربنا يعني كلل كل اللي جواك ده بهدفين. تعالى، دي 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 حاجه، دي حاجه بملايين الدنيا. مش هقول لكم 60,000 دولار اللي هو محمد صلاح بياخدهم او مين بياخدهم، يعني يا جماعه عيب والله العظيم، عيب لما نقعد نعد على لعيبه المنتخب اللي فرحونا كلنا. وبقول لكم طلعوا كابت في الشعب المصري فرحه كوره، فرحه كوره، حاجه بس فرحه، طلع فرحه من جوانا. الناس كلها بتقعد تتلم حوالين الشاشه عشان يشوفوا منتخب مصر، يشوفوا الاهلي، يشوفوا الزمالك، يشوفوا الاسماعيلي، يشوفوا يشوفوا يشوفوا، هي فرحه جواهم، ربنا مخليها سبب انها تفرحنا، ففرحوا مع الناس. يعني لو سمحتوا يعني بقى شكلكم وحش بجد والله العظيم، افرحوا عشان احنا مصريين وكلنا كنا مصريين امبارح بنشجع مصر بس. فلو سمحتوا بلاش بقى، يعني بلاش الوش اللي انتوا دايما تطلعوا تعكننوا بيه على الناس ده، لان الناس كرهتكم اساسا وزهقت منكم اساسا. عايز اتكلم كمان، ندي كل واحد حقه بقى. الحضري فرض نفسه على الجميع. الحضري 44 سنه طلع كره امبارح من قلب الجون. لو سمحت يا احمد برضو نفكر الناس بيها تاني، فرحته، شبابه، قيادته للمنتخب، صرخته، قعدته فوق العارضه، عشمه في ربنا. بص الكره مطلعها ازاي، حاجه يعني حاجه جميله. بصوا يا جماعه حاجه جميله. الحضري بيقول للناس كلها انا موجود بفضل تشجيعكم، بفضل ربنا، بفضل التزامه، بفضل رجولته، بفضل خوفه، بفضل حبه للمنتخب، بفضل حبه لمصر. حاجه يعني نموذج. الفيفا في صفحتها الرسميه قالت، بصوا يا جماعه، يعني حاجه مش ممكن، يعني مهما تتكلم ومهما تقول مش هتقدر تطلع اللي بتطلعه الصوره، اللي بيطلعه الحضري، اللي بيطلعه صلاح، اللي بيطلعه حجازي، اللي بيطلعه رامي، اللي بيطلعه احمد فتحي، اللي بيطلعه شافي، اللي بيطلعه كل الناس، طارق حامد، والنني، رمضان، تريزيجيه، كوكا، عمرو جمال لما نزل، محمد صلاح، يعني حاجه بصراحه. ربنا يكرمكم فعلا، وربنا يهدي الناس اللي عماله تبوظ من فرحه المصريين. الحضري اتولد سد عالي، وهيفضل لغايه لما يبطل سد عالي. يعني الفيفا على موقعها الرسمي بيقولوا ان صلاح خد شويه من شعبيه الحضري، او خد شويه من فرحه الحضري. يعني ده كان الترجمه على صفحه الفيفا امبارح، عشان تعرفوا قد ايه الفيفا تكتب على صلاح والحضري وتريزيجيه وعلى منتخب مصر وعلى مصر. 50 خبر امبارح، فرحة الجماهير، الراجل اللي كان ملون وشه، راجل مش عايز اقول المعاق، يعني الراجل اللي كان واقف على رجل واحدة يشجع منتخب مصر، الراجل اللي نزل على كرسيه مش فاكر ان هو برجله ولا رجلين، يا عيني حاجة توجع القلب بصراحة. عشان يطلع ناس يقول لك انتوا ايه اللي بتدوا اللعيبة مكافآت ليه؟ عايز اتكلم كمان على احمد فتحي كمان نموذج للراجل، نموذج للعيب اللي مهما تجيب له لعيب بيلعب هو،
احمد المحمدي لعيب هايل، لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي وعمال يتنقل من نادي لنادي، بقاله ما شاء الله يعني زمن في الدوري الانجليزي. لكن احمد فتحي محترف جوه مصر، محترف انجليزي بقى، ايطالي، هندي، روسي، اسباني، راجل بيلعب في مكانه. انا الراجل هنا، انا الراجل بتاع الحته دي، انا المعلم بتاع الحته دي، انا الفتوه بتاع الحته دي. حاجه تخليك انت تبقى فخور كده وانت بتتكلم على احمد فتحي، راجل بمعنى الكلمه، مش لعيب كوره، سيبك من لعيب كوره، راجل في اي موقف تلاقيه. احمد فتحي نموذج للعيب الملتزم، نموذج للعيب المحترف، مش محترف بره مصر، جوه مصر. اللعيب اللي عايز يبقى يعني حاجه كده ياخد احمد فتحي نموذج وقدوه لكل اللعيبه. ربنا يكرمك احمد فتحي، وربنا يزيدك، وربنا يديك الصحه، وان شاء الله نشوفك احسن واحسن لغايه لما تبطل كوره. تريزيجيه مش واخد حقه. تريزيجيه صاحب ضربتين جزاء مؤثرين جدا جدا. تريزيجيه بينزل بيقلب الماتش، سواء بيبدا، مش عايز اتكلم بقى على مستر كوبر، خلينا اكيد اتكلم عليه بعدين، بس انا مش عايز زي ما قال لي يعني صديقي الوافي جدا اللي انا بلاش ارمي تراب في الفرح. فعلا يعني حاجه تريزيجيه لازم يبقى حاجه من اول ما نزل الماتش، عمال يمين وشمال وفي نص الملعب ويروح في ال 18 ويجم ال 18. بصوا فرحه الناس، فرحه تساوي مليارات، مش فلوس كلام يعني. ما تريزيجيه لازم نقول له هو نجم كبير جدا جدا جدا، ما يستاهلش احترافه في تركيا، يستاهل احترافه في احسن مكان في الدنيا. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيديله بقدر تعبه وبقدر موهبته وبقدر اللي عمله مع منتخب مصر ده، يعني ضربتين جزاء اعتقد كان في مباراه غانا وفي مباراه الامس، مهمين جدا يعني. بصوا يا جماعه، بصوا بيحطت رجله ولا في دماغه، هو عايز يجيب ضربه جزاء وخلاص، عايز يفرح الناس. اخر حاجه يعني كل مصر اتكلمت عليه، صلاح الخير وصلاح الفل وصلاح كل حاجه لمحمد صلاح، النجم الاسطوري، اصبح اسطوره محمد صلاح، الشاب اللي طلع محدش يعرف عنه حاجه، فضل ساكت 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 لغايه دلوقتي. محمد صلاح هو محمد صلاح، ابو تريكه هو ابو تريكه، يعني اساطير بتسطر نفسها في كل حته، نفس الاخلاق ونفس الهدوء ونفس الادب ونفس الاحترام. عشان كده ربنا بيديهم. اوعوا تفتكروا ان ربنا بيضاع تعب حد، اوعوا تفتكروا ان نجم كبير في حجم محمد صلاح اللي شايفينه قدامكم ده قمه في التواضع وقمه في الادب وقمه في الالتزام وقمه في احترام الذات وقمه في كل حاجه. عشان كده ربنا بيديه يعني حاجه، امثله فعلا، بيدي نماذج. احمد فتحي معاه، الحضري معاه، نماذج يا جماعه لازم تتعلموا من اسطوره حيه قدامكم. صلاح اسطوره حيه قدامكم، الحضري اسطوره حيه قدامكم، احمد فتحي اسطوره. بعد كده هنتكلم لما نبعد شويه كده، ربنا يدينا ويديكم طول العمر او اللي بعدنا، هيقولوا ان كانت في اساطير اسمها كذا واسمها كذا واسمها كذا واسمها كذا. طول ما انت ملتزم، طول ما انت عارف ان ده مصدر رزقك الوحيد، طول ما انت عارف ان ربنا اكرمك بحاجه لازم تحافظ عليها وتتقي ربنا فيها، هو ده اللعيب اللي فعلا ربنا بيكرمه ويكرمه كمان. دي كانت حكايه امبارح، الحكايه اللي اسعدت 90 مليون مصري. افرحوا لان انتم من حقكم تفرحوا، من حقنا كلنا نفرح. الف الف مليون مبروك عليكم وعلى كل مصر، ويا رب دايما كده في سعاده، ويا رب دايما في انتصارات، حتى لو كانت في اتفه الاسباب، حتى بعيد عن الكوره، اي حاجه بتفرحنا تفرحنا. والف الف الف مليون مبروك، تستاهلوا الفرحه وتستاهلوا اضعاف 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 الفرحه. فاصل ونواصل مع حضراتكم مع النجوم الكبار كابتن وليد صلاح الدين والكابتن شريف عبد المنعم النجم الكبير. فاصل، استنوني.